غدوة الأربعاء 15 مايو 2024، انطلاقا من 9 صباحا بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. الموعد هذا يهم مؤتمر حول شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي اللي كنا نحكيه عليه مع حسام، والتطرف العنيف في تونس، لأنه الذكاء الاصطناعي كما عنده الإيجابيات متاعو عنده زادة السلبيات متاعو. نحن معنا سي صادق الوفي، هو من جمعية نحن نحب سوسة لأنها هي تنظم هذا اللقاء، باش ناخذوا فكرة على المؤتمر. سي صادق صباح النور. صباح الفل والياسمين، مرحبا. نهارك أسعد الأيام. قبل ما نمشيو الموعد غدوة، الجمعية نحن نحب سوسة ولا باللونجلي انتم مسمينها I love سوس، تسألوا الناس الجمعية نحن نحب سوسة وتنظم اللقاء هذا في تونس؟ عرفنا شوي بالجمعية. أي. مرحبا مرحبا للا تيك صحة، تحية ليك وتحية المستمعين الكل. تو دابور جمعية I love سوس هو ديما معناتها تطرح علينا السؤال، معناتها كيفاش تم عن حبسوس نجم تنشطوا في بلايس أخرى. أن فيت هي جمعية وطنية ذات سبغة عامة متأسسة من عام 2011، دونك الاسم هو We Love سوس. هي كانت لدي باش يكون فما ريزوتاج، وبدا ريزوتاج معناتها We Love سوس We Love زغوان We Love قروان، ويصير ريزو معناتها في تونس الكل، وصار حتى ريزو معناتها انترناسيونال، معناتها فما We Love غزة We Love تريبولي We Love معناتها برشا بلايس. دونك ليدي كاونو وي لوف هي فكره بور بروموفوار معناتها المناطق، معناتها بارزومبل لوف سوس تحاول معناتها توري حاجه الباهي في سوسه بور بروموفوار ام بيل توريست. قنعتنا خويا، قنعتنا من وي لوف سوس تولي وي لوف تونس الكل، الجمهوريه الكل، ونوصلوا حتى الوي لوف الانسانيه جمعه. نجيو توا للمؤتمر نتاع غدوه. المؤتمر هذا اخترته انه يتناول موضوع شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والتطرف العنيف في تونس. به هو المؤتمر من تنظيم وي لوف سوس بشراكه مع كلوب 3.0 كومبليس كلوب انسات، هذاك علاش هو باش يكون ان شاء الله في المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا انسات. كما كنت تحكي هو في علاقه بالريزو سوسيو الذكاء الاصطناعي والتطرف العنيف. باش جوست باش العباد معناتها خاطر كلمه التطرف العنيف تنبدو ضاق وتنجم تكون معناتها مش مستانسين بها. التطرف العنيف هو انك تفرض الفكره نتاعك بقوه، معناتها مش بالاقناع، عندك انت معناتها فكره. هي عاده الكومبورتمون تاع ليزكستريميست في جميع معناتها لي بول اللي نجمو نتخيلوهم مهما كانت الفكره ومهما كانت المرجعيه. ليزكستريميست هذوما معناتها ينشطوا تجاه فما معناتها احصائيات تقول اللي كون 80% من الاستقطابات اللي صارت في ليزكستريميست صارت عن طريق الانترنت في جميع معناتها لي كوش نتاعو والطبقات نتاعو من الديب ويب حتى هيك شيء للطبقات العليا نتاع الانترنت. ومن اهم وسائل البروباغندا اللي موجوده اليوم، من اهم وسائل اللي تحدد الكومبورتمون نتاعنا، من اهم وسائل اللي حتى ما تتاثر في طموحاتنا في تفكيرنا، هي اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، على خاطرها هي لورولي ما بين العباد الكل في البيت وفي الخارج. في الخارج كما كنت تحكي وسائل التواصل الاجتماعي اليوم قاعده تستعمل في الذكاء الاصطناعي، سواء كان معناتها لتصنيف الكونتوني ولا اللي سحبه ولا حتى باش تقترح عليك الكونتوني. معناتها الناس كل مره تجربه بالضبط، نهار من نهارات عملت لايك على برودوي معين، بعد ولا برودوي ديما يجيك، ولا انت تحب تسافر تلقاهم يقترحوا عليك في البي ام تاع الطياره وفي الريستورون في البلاصه هذيك كل شيء. معناتها وهي دونك وسائل التواصل الاجتماعي اليوم فهمتنا تعرف الكومبورتمون تاعنا، تعرفنا شنو نحبوا. ومن اخطر الحاجات بور مانيبيولي العبد انك تعرف واش يحب، على خاطر اون فرونش واش يحب، تنجم انت تاثر على الكومبورتمون، تنجم تاثر في التصرفات، تاثر في الشيء اللي يحب يعمله. ديكو باش يكون فما وعي الشيء هذا الكل، باش يكون فما وعي من المخاطر هذه الكل، تندرج الندوه هذه اللي هي حول التطرف العنيف كما كنا نحكيو، في علاقته بالريزوسيو والانتليجنس ارتيفيسيال. مالا هذه فكره اوليه، اذا تحبوا تتعمقوا في التفاصيل وتتحاوروا حول الموضوع، الموعد غدوه الاربعاء 15 ماي 9 متاع الصباح بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بالمركز العمراني الشمالي. شكرا لك سي صادق الوفي، يعطيك الصحه، ان شاء الله يومك اسعد الايام. رفقي بوسته ها هوني بعد دقيقه يكون في بلاستي مش يقدم لكم المستجدات الرياضيه، ثم عنا موجز 8 وبعد نرجع مش نكملوا معاكم. ان شاء الله صباحكم مبروك ونهاركم سعيد. يوم سعيد.